قمة إفريقية في ملعب السويس بين قطبي الكرة الإفريقية، الأهلي المصري والترجي التونسي، بدايتها الحذرة سرعان ما قطعتها رأسية عمر جمال التي كانت سهلة على الحارس معز بن شريفية. ولم يمض الكثير من الوقت حتى أتت تسديدة عبد الله السعيد لتزور الشباك التونسية إثر خطأ دفاعي قاتل من العرب جابر في الدقيقة 20. وكاد عبد الله السعيد يهز الشباك مرة أخرى في هذه اللقطة الجميلة، لكن كرته علت المرمى بقليل. أما ركلة حسين الراقد الثابتة فافتقدت للقليل من الدقة، وافتقدت بدورها تسديدة وليد سليمان للدقة اللازمة ليختتم الشق الأول من الحوار بتقدم الأهلي. في مطلع الشوط الثاني حاول عمرو جمال زيارة الشباك بدوره دون أن يوفق في غايته، لكن حسام غالي سرعان ما تألق في صناعة الهدف الثاني الذي حمل توقيع عبد الله السعيد مرة أخرى. مني الأهلي بعدها بطرد حسام عاشور في الدقيقة 70، فيما أهدر صامويل إيدوك فرصة ثمينة لتقليص الفارق، وأهدر بدوره أحمد عبد الظاهر فرصة إضافة هدف ثالث في الوقت المبدد، لكن البديل مؤمن زكريا نجح في ذلك لتختتم المباراة بثلاثية نظيفة للأهلي الذي كان أكثر إقناعاً.